ومن مسائل الصوم أن الرؤية لدخول شهر رمضان تتحقق بشهادة مسلم سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا كان هذا المخبر ثقة ثبتا قوي البصر فإنه يعتد برأيه في دخول الشهر. وهذا هو الشهر الوحيد الذي استثنى فيه الإسلام أن يدخل الشهر بشهادة شخص واحد، بينما الشهور الأخرى وبينما خروج الشهر لا بد فيه من اثنين. والعلة في ذلك كما قال بعض العلماء لأن بعض الناس قد لا يرغب في دخول الشهر لأنه سيصوم وسيمتنع عن الملذات والمشارب والمآكل، فتكون الرغبة في دخول هذا الشهر عند البعض ليست رغبة كبيرة، ومن ثم قد يتوانى البعض فاكتفي بشهادة شخص واحد. بينما خروج الشهر البعض من الناس قد لا يرغب في أن يستمر هذا الشهر، وهم لله الحمد قلة، ولكن هناك طائفة من الناس لا ترغب في هذا الشهر نسأل الله العافية. فلما كانت هذه النية موجودة ألزم الشرع أن خروج الشهر لا يكون إلا بشهادة اثنين.